لا تبذر الطعام. في فيتنام كنا نضع كل فضلات الطعام اليومية في وعاء فخار كبير. كانت جارتنا تأتي مرة أو مرتين في الأسبوع لأخذها من أجل إطعام خنازيرها، وكانت أيضا تجمع فضلات الطعام من المطاعم والأسواق. ربما يكون ذلك أمرا مألوفا بالنسبة للذين نشأوا في فيتنام، المزارعة تضع هذه الفضلات في وعاء كبير. ثم تضيف بودرة مخلوطة وكافة أنواع الخضروات كما كانت تستخدم أوراق البطاطا الحلوة والتي كانت تجمعها من حديقتها. كانت تطبخها على نار هادئة حتى تصبح سميكة وطرية، ثم تطعمها للخنازير. هذا المخلوط يسمونه كامهيو، وهو الطعام المفضل للخنازير الذي يزودها بمصدر غذاء غني. الخنازير كانت تكبر بصحة جيدة ويزداد وزنها بشكل أسرع، وتعود بالربح الوفير على مالكها. أحياناً كانت تشكل المصدر الرئيسي لدخل العائلة. قد تساعد في بناء مسكن جديد. المزارعون في فيتنام ساعدوا على حماية البيئة وخفضوا كمية القمامة التي تملأ مكبات النفايات. لقد استطاعوا تحويل القمامة إلى أموال نقدية. تشير الإحصائيات في أستراليا إلى أننا نضيع 8 كيلوغرامات من الطعام، وهي نصف ما نطبخه خلال أسبوع. تصوروا لو أننا استخدمنا فضلات الطعام بحكمة كما يفعل الناس في فيتنام، فأننا قد نكون قادرين على خفض كمية القمامة التي نلقيها في مكب النفايات، وهذا التبذير يتحول إلى مال نقدي. لذلك كأسترالي أبدأ بالتفكير، ماذا تفعل بفضلات طعامك؟ على الأقل حاول أن يكون لديك برميل التسميد الطبيعي في حديقتك الخلفية.